بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضاء على هذه المشكلة من الهالات والتجاعيد والانتفاخات حول العيون، وعلى رأسها لدينا مكون متوفر في كل البيوت، لدينا النعناع. النعناع يفضل هنا أن يكون النعناع الأخضر، كما يمكن استخدام النعناع المجفف لأنه يحتوي على المنثول، والذي يساعد في تحسين الدورة الدموية، فضلا عن احتوائه على فيتامين سي يحسن مرونة الجلد أسفل العينين، يساعد على إزالة الانتفاخات والهالات السوداء وحتى التجاعيد. في هذا الفيديو نستخدم أوراق النعناع لعمل كريم وكذلك تونر، وبالأخير دائما وصفة زيت النعناع حسب طلبات ورغبات الكثيرات من مشتركات القناة. أولا نأخذ أوراق النعناع الأخضر. كمية من أوراق النعناع الأخضر قلت يمكن استعمال المجفف بعد نقعه في الماء، ونأخذ الخلاط الكهربائي، نضع أوراق النعناع بالخلاط ونضيف عليها كوب من الماء. ونقوم بخلط المكونات مع بعض، النعناع مع الماء. يفضل هنا أن نقوم بغلي الماء أولا مسبقا وتركه ليبرد، ثم نقوم بتصفيته. أولا نقوم بعمل الكريم الذي نقوم بدهنه حول العيون وعلى منطقة الهالات. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الطحين الأبيض، الدقيق الأبيض أو الفارينة. يمكن استبدال الدقيق الأبيض بنشا الذرة الكورن فلاور الميزنا، وعمل هذه الوصفة على النار للحصول عليها على شكل كريم كما تعودنا في باقي الوصفات. ثم نقوم بوضع العصير النعناع تدريجيا حتى الحصول على كريم، نضيفه تدريجيا طبعا هنا، ونقوم بخلط المكونين مع بعض. يمكن في هذه الحالة إضافة زيت الفيتامين إي لهذه الوصفة، أو كبسولة من كبسولات الأوميغا كذلك 3 يمكن استعماله، ملعقة شاي من الزيت أو كبسولة واحدة تكفي. نضيف تدريجيا قلت حتى الحصول على كريم بهذا الشكل. أولا وبأي وقت تكونين فيه مرتاحة، نأخذ عصير النعناع، يفضل أن يكون بارد، يغمس. نأخذ قطن طبي ونغمسه في عصير النعناع ونمسح منطقة الهالات بهذا العصير جيدا دائما بهذه الطريقة، وعلى الجفون كذلك بهذه الطريقة. نتركه إلى أن يجف تماما. بعدما يجف نأخذ الكريم ونوزعه بهذا الشكل على منطقة الهالات وبخفة، وإذا كانت لدينا تجاعيد نقوم بعمل هذه الحركة. يمكن توزيع هذا الماسك على باقي الوجه وحتى على الجبين وكذلك على منطقة الرقبة كذلك بهذا الشكل قلت، وعلى الجفون كذلك، نستخدمه حتى على منطقة الجفون، ويترك من نصف ساعة إلى ساعة كاملة حسب الانتفاخات والهالات والتجاعيد المتواجدة عندك. وبعدها نقوم بشطفه بالماء الفاتر ثم الماء البارد،
وبالنسبة للترطيب يمكننا الترطيب بزيت النعناع والذي سأقدمه بهذا الفيديو. نستخدم هذه الوصفة بشكل يومي، هي آمنة للحوامل والمرضعات والبنات كذلك والرجال، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. هنا بالنسبة للأطفال الصغار يمكن استعمال هذه الوصفة إذا كانت لديهم هالات. نلاحظ بعض الأطفال الصغار كذلك نجد لديهم بعض الهالات السوداء من عمر 5 سنوات فما فوق، آمنة هي فقط بالنعناع وليس أي مكون آخر ضار. صلاحية هذه الوصفة تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. بالنسبة للعصير يمكننا حفظه في المجمد واستخدامه لمدة شهر كامل. نقوم الآن بعمل التونر. بالنسبة للتونر نحتاج لعصير النعناع ونحتاج لماء الورد وبرطمان يكون معقم مسبقا. نأخذ نصف الكمية عفوا من عصير النعناع يعني بالتساوي، ونصف الكمية نضيفها هي ماء الورد. هنا استخدمي أي نوع ماء ورد متوفر عندك في البيت، أي نوع تستخدمينه يمكن عمل هذه الوصفة به. النصف عصير النعناع والنصف الآخر قلت ماء الورد، وبعدها نستخدم هذا التونر لمسح البشرة به كاملا، بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه طبعا قبل النوم وتركه حتى الصباح، ونقوم بغسل البشرة به. نستخدمه يوميا، صلاحيته تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة، ويمكن عمله في مكعبات الثلج وحفظه في المجمد لمدة شهر كامل. آمن للحوامل والمرضعات وحتى الأطفال الصغار، يمكن استخدام هذا التونر لهم إذا لاحظنا إرهاق حول العيون، آمن وليست له أي أعراض جانبية. آخر وصفة لدينا هنا هو زيت النعناع. يفضل طبعا لعمل زيت النعناع نأخذ نعناع أخضر غير متوفر، يمكن استعمال المجفف ولكن قلت بالنعناع الأخضر يكون أفضل. نأخذ كمية من النعناع ونأخذ برطمان يكون معقم مسبقا، ونضع به كل أوراق النعناع والتي قمنا بغسلها مسبقا وتجفيفها. نملأ كل البرطمان، ويمكن عمله في قارورات داكنة اللون، نضع الكمية كلها في القارورة ثم نضيف. هنا يفضل إذا كنا نستخدم زيت النعناع لمنطقة حول العيون نستخدم زيت اللوز الحلو، أو نستخدم زيت الأرغان أو زيت الألوفيرا يمكن استخدامها كذلك، ونضع هذا الزيت في مكان مظلم وجاف بعد إغلاقه، ويوميا نقوم برج البرطمان. لذا قلت يفضل أن نستخدم هذه الأنواع من القارورات الخاصة بالأدوية ونرج البرطمان يوميا لمدة أسبوع كامل، أو يمكن عمله على حمام مائي لمدة ساعتين ويمكننا بعدها استعماله، وبعدها نصفي الزيت ونستخدمه صالح لمدة 3 أشهر. له فوائد كثيرة. زيت النعناع له تأثير في مقاومة ظهور حب الشباب، يمكننا ترطيب البشرة به، يعمل على المحافظة على نظافة البشرة ونضارتها، كذلك طبعا مفيد جدا لمن يعانون من مشكلة الهالات السوداء تحت العينين، فهو حل فعال لمعالجتها ويمنع كذلك ظهورها. يمكن استخدام هذا الزيت لمنع ظهور الهالات السوداء كل ليلة قبل النوم، كذلك له دور فعال في تخفيف الانتفاخات تحت العيون،
بالإضافة إلى معالجة مشكلة الانتفاخ وبشكل نهائي وعلى ضمانتي. يساعد في علاج البقع الموجودة والتصبغات على الوجه ويقضي عليها بشكل تام. كذلك لاستخدامه يمنحنا بشرة نضرة صحية، وكذلك له دور فعال في توحيد لون البشرة. كذلك أنصح باستخدام زيت النعناع الأخضر لمن تبحث عن كريمات ومنتجات لتفتيح بشرة الوجه، يعمل على تفتيح بشرتك بشكل طبيعي فعال وآمن وليست له أي أعراض جانبية، آمن لجميع أنواع البشرة. كل هذه الوصفات لنهار اليوم آمنة لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. كذلك يمكننا استخدام التونر لإزالة المكياج والتخلص منه وينظف بشرتك وبعمق. كذلك لمن تبحث عن الانتعاش فالنعناع هو يمنحنا الانعاش، وكذلك رائحة عطرية جميلة جدا. وله فوائد أخرى بعيدة عن التجميل، فزيت النعناع يخفف من الآلام المتمثلة بالدورة الشهرية وآلام الحيض. نقوم بدهن منطقة البطن أسفل البطن به وهو دافئ. كذلك يعتبر من أهم المسكنات التي تعمل على تخفيف الصداع وتخفيف أوجاع الشقيقة، والفيديو موجود سابقا بقناتي من حوالي 4 سنوات. لزيت النعناع دور هام جدا في المساعدة في إنبات الشعر وتحفيز نمو الشعر عن طريق عمل حمام زيت وتدليك فروة الرأس به قبل الاستحمام. كذلك زيت النعناع يقلل ويحد من ألم التسنين عند الأطفال الرضع، وذلك عن طريق تدليك لثة الرضع بالقليل من زيت النعناع. ممتاز لمحاربة قشرة الرأس ويمنح فروة الرأس مظهر صحي، وكذلك الفيديو موجود في القناة من حوالي 3 سنوات. كذلك يمكننا استخدامه في تدليك الآلام الموضعية، فهو مرخي للعضلات وفعال في القضاء على آلام الظهر والركبة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو، ولا تنسوا دائما الإعجاب لأنه يقوم بنشر هذا الفيديو، طبعا ينتشر بشكل أفضل للاستفادة منه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.